معكم طلاب لتكملة محاضرتنا اللي هي في برنامج الوورد 2010 لإدراج النص من خلال سطر إدراج سطر توقيع. برنامجنا نشوفه بالوورد، احنا فاتحين طبعا الوورد ونجي هذا برنامجنا الوورد من خلال تبويب الإدراج. وصلنا شرحنا ذني كل هن الموجودات المجاميع الخاصة بتبويب إدراج، وصلنا إلى اللي هي من خلال مجموعة النص سطر التوقيع والتاريخ والوقت والكائن من خلال إدراج. فوين أشر على إدراج، نجي إلى مجموعة النص ونختار اللي هو سطر التوقيع. سطر التوقيع من خلال تبويب قلنا إدراج مجموعة نص، بعدين ننقر سطر التوقيع اللي هو سكنجر لاين، الملفات التي تحمل طبعا توقيع رقمي تظهر في نهاية المستند. إذا يقوم بإدراج سطر توقيع ليحدد المسؤول عن التوقيع، ومنها طبعا يطلب إدراج إضافة توقيع رقمي من خلال تبويبين. إذا عندي طريقين، أرجع أقول إدراج، خلنا نطلع من عنده ونشوف إدراج، ونقول من خلال النص مجاميع سطر التوقيع. سطر التوقيع هنا تظهر لي سطر توقيع اللي مايكروسوفت أوفيس أو إضافة خدمات للتوقيع. خلينا نشوف كل واحد على حدة. سطر التوقيع مايكروسوفت أوفيس من أنقر عليه يقول ما هي خدمات التوقيع الموقع التسوق الأوفيس من خلاله، راح تظهر لي ضمن الويب الإنترنت. فهذه نتراجع عنها احنا، نجي وين الى سطر التوقيع منه اللي هو قل له موافق، راح تظهر لي اللي هو مربع حوار، قلت له موافق خدماتها المايكروسوفت اوفيس، راح تخرج لي مربع حوار اللي يقول لي هنا اعداد للتوقيع، اعدادات للتوقيع. الموقع المقترح هو متكي على سبيل المثال عاطف خليل، ممكن انت تغير وتكتب باسم معين مثلا هنا، وتقول له مثلا هنا نهله قاسم او اي اسم نهله قاسم. وظيفة الموقع المقترح على سبيل المثال نقول عليه هنا محاضر، العفو ننزل للسطر الثاني نقول هنا محاضر او موظف. هنا يقول عنوان البريد الالكتروني، تنطي انت اي، تنطي اي عنوان، مو شرط مثلا انا اكتب له عنوان رئيسي هنا اللي معنون نهله مثلا على التعيين، وهنا تقول له ات ات ياهو دوت كوم، وتنطي هنا مثلا ارسال للموقع المطلوب، واظهار السماح للموقع اضافة تعليقات في مربع الحوار او اظهار تاريخ التوقيع في سطر التوقيع. انت وين وقفت بالمؤشر راح هو يطلع لك المكان، فقل له هنا انا موافق، راح يظهر لي هنا بهذا الشكل اللي هو سطر التوقيع. لو انا مخليته المؤشر في نهاية الصفحة او المستند راح يظهر لي بالنهاية، بس أنا هنا المؤشر مخلينا بداية المستند، فظهر لي بهذا المكان اللي هو يسموه بسطر التوقيع، ثاني الاسم والوظيفة أو المكان اللي يقصد به، هذا هو سطر التوقيع. أرجع إذا من خلال سطر التوقيع أيضا من خلال ملف معلومات يظهر لي حماية المستند، يمكن لأي شخص أن يقوم بفتح أي جزء من هذا المستند ونسخه وتغييره، أنقر عليه أيضا علمه، راح تظهر لي هنا إضافة توقيع رقمي، وأنقر عليه أقول له هنا أنا موافق، نفس الحالة راح ينطيني المربع الحواري. كل حصول على معرف رقمي تحتاج حصول من أحدى شركة مايكروسوفت، من أحد شركات مايكروسوفت، أو إنشاء المعرف الرقمي الخاص بك، إذا إنشاء الخاص بنا راح نحدده من خلاله وتقول له موافق، راح هنا ينطيك مربع الحوار، يقول لك ادخل المعلومات اللي تخصك، الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، المؤسسة مثلا، نكتب مثلا هنا اسم نهلة قاسم، العنوان البريد الإلكتروني، المؤسسة، المعهد التقني، والموقع هنا أيضا، أول نقول هنا مؤسسة جامعة التقنية الجنوبية، والموقع المعهد التقني عمار. من بعد ما نحدد ذني كلهن نقول له هنا عملية إنشاء. فإذا نريد نكتب احنا أي اسم معين مثلا هنا، ومن خلاله يتم تدريجه
وكتابته. هذه بحالة إذا قلت له إنشاء، إذا أريد ألغي الأمر ألغيه، قبل شوي إحنا سويناه. فإذن عندي بطريقتين لتصميم أو إنشاء أو إدراج سطر للتوقيع. هذا بالنسبة لمن؟ لسطر التوقيع. نرجع لإدراج، شو عندنا بعد لإدراج سطر التوقيع؟ خلينا ننقر عليه ونشوف. إضافة خدمات للتوقيع ننقر عليها أيضا. راح تظهر لي خدمات التوقيع اللي هو قلنا خاصة بالويب الانترنت، أعطيك بيانات ومعلومات عنها توضيحية لها. عندنا التاريخ والوقت. طبعا هنا التوقيع الرقمي يقصد به هنا معنى انه يقوم بعملية ادراج اذا اسم وعنوان، اشطلب من عندي اسم وعنوان وبعد والبريد الالكتروني المن للمستخدم المستند، يعني المستند اللي مسوي هذا الملف او البحث يريد باسمه حتى يحدد من المسؤول عن هذا انشاء هذا المستند مثل، وشيء اي تعديلات تجرى عليه يتطلب ادراج طبعا توقيع رقمي المن لهذا المعرف الرقمي بالمستند، قد يكون فد موقع رقمي من شركه مايكروسوفت اوفيس. فهنا مايكروسوفت من خلالها يتم تكمله المستند. بعد عندنا شنو؟ عندنا ايضا التاريخ والوقت ايضا من خلال ادراج. نرجع نطلع من عندها ادراج نأشر، عندنا عملية مجموعة النص ونختار التاريخ والوقت، وهنا وين كاتبين المفروض احنا خلينا نخلي المؤشر وين؟ في اسفل الصفحة او المستند الاول او الصفحة الاولى. انت تختار اي مستند هنا تضبطه بهذا الشكل اللي هنا، وتقول له هنا ادراج، ارجع ادراج، قل له هنا التاريخ والوقت، راح تظهر لي مربع حوار. نختار اي تاريخ، نختار اي تاريخ انت تريد ان تضبطه، مثلا بتاريخ هذا اليوم والشهر والسنه، ويعرض له هنا نوع التقويم يا لغه يريد، هو تنطي انت اللغه العربيه او بالانجليزي، راح يعطيك نوع التقويم الهجري عربي اكيد هنا راح يظهر لي بهذا الشكل. ونختار ايضا التاريخ اللي نريده ونقول له هذا تاريخ معين، خلينا نكون 17 أيار 2020، وتقول هنا تحديث تلقائي، يحدث هو تلقائيا كل مرة أو تعيين كافتراضي، أو يعطيني خيارات ويقول لك من خلال الخيارات أنت تستطيع أن تكتب الخيارات يسموها متقدمة من خلالها. أقول ألغاء الأمر، أنا ضبطت هذا التاريخ وأقول له موافق، راح هنا يعطيني في نهاية المستند بذيل الصفحة اللي هو التاريخ الموجود. هذه بالنسبة لمن؟ شوفوا كل صفحات أو كل المستند الموجود وين؟ بكتابة الملف أو المستند اللي أنت كاتبه. هذه بالنسبة لمن؟ اللي خلينا نقول للتراجع ما موجود يتمه، أقول له هنا ملف، خلينا نرجع مش فاتحين ملف، كم ملف فاتحينه؟ هذا الملف ايضا فاتحينه الفيروسات، ونرجع للملف اللي هو نختاره من ضمن على سطح المكتب او اي ملف موجود سواء كان بالسي او الدي يتم من خلاله فتحه. اذا عندي هسه ادراج، ايش بقى عندنا؟ كائن. هنا عندي الكائن، شنو بمعنى الكائن؟ خلينا نشوف الملزمه شو تقول. الكائن هو شنو؟ هو عبارة عن يعتبر هو كائن الأوبجكت، يعني من خلاله يمكن الفصل فتح نوافذ تطبيقات وبرامج أخرى من خلال هو برنامج الوورد، يعني يمكن أن نعمل على تطبيقات وبرامج أخرى مثل برنامج الباوربوينت، مو شرط أضيف كائن برنامج الإكسل، تحرير معادلة مثل هنا مايكروسوفت هنا كويستشن من خلال برنامج الوورد. ويمكن إدراج أيضا محتويات ملفات ومستندات إلى المستند المن المفتوح دون ما ألجأ إلى فتح مثل ملف وأجرى عملية النسخ واللصق، وذلك من خلال شلون يتم؟ من خلال خلنا أضع المؤشر في أي مكان يتم من خلاله، خلنا نضع المؤشر في مكان معين ويتم إدراجه. إدراج أروح وين؟ الى كائن اللي هو اوبجكت.
يمكن إدراجه كائن، إذا ردنا إحنا كائن أو أو نص من ملف، خلينا نشوف هنا من تبويب، إذا إدراج مجموعة نص بالنقر على أسفل، كائن ثم من ملف اللي هي text from file، كما في الشكل هسه إحنا موارينا مجموعة التبويبات، يمكن أدرج الملفات اللي أريدها تكون مثلا بامتداد المؤشر، خلينا نقول كائن هنا نشوف أي كائن موجود تريده بالوورد، تريده بالباوربوينت، تريده بالإكسل، تريده بالاكسس، هو راح يستعرض لك مجموعة هذه انواع من الكائن وتختار انت الكائن اللي تريده. احنا نختار الكائن اللي موجود خلي يكون بالوورد من 97 إلى 30 ونحدده من خلاله هنا ادراج كائن في جديد في المستند، ونعرضه كايكونة، يريد تعرضينه كايكونة يعرضك كايكونة، تغيير الايكونة ممكن نغير الايكونة شكلها من خلال هذا الشكل المدرج نستخدمه. اقول له الغاء الامر، يقول لي يابا موافق، راح يدرج لي هذا الكائن وين؟ في برنامج اللي هو الاكسل انا استخدمت، اذا درج لي كائن في برنامج الاكسل من خلاله في المستند او الملف مالتنا. اذا هذا ممكن ان اضافه الكائن. هسه نقول له تراجع حتى نشوف مرت اللوخ، نقول له هنا أنا ادراج وكائن، نرجع كائن نختار، وهنا يضبط لي اريده انا مو بال اريده بالوورد، وراح هنا نختار الوورد اللي هو الوورد مثلا دوكيمنت او وورد من 97 إلى 2003، واقول له موافق، راح يدرج لي هذا الموجود بالكائن ضمن الوورد. هسه نقول له تراجع، قول له تراجع هنا، شوف هنا هنا موافق، يظهر طبعا مربع حوار من خلاله يظهر عملية التراجع للكائن. عندي بعد عندنا هنا الملف، نشوف مالتنا وين الملف بالأسفل، نرجع إدراج وكائن، نختار نص من ملف، نص من ملف هسه، نص من ملف شنو معناته هنا من خلال ادراجه؟ كانما انت عندك ملف معين وتريد الدرجه، ملف عندي معين هنا أنا اختاريت الغاء الامر قبل شوي شرحناه، هسه اريد من نص من ملف، يعني هذا الملف ادراج النص من ملف مشروع عنده وجود مربع نص محدد، يضيف النص الى مربع النص المحدد وما يتم انشاء هذا الملف، خلينا نشوف نص من ملف، ويقول لك وين النص مال الملف اللي انت تريد من خلاله ان تستعرضه، راح تحدد له طبعا يعطيك هنا ما دام قايل لك اول وورد دوكيمنت كل الملفات المعروضه بالوورد، خلي يستعرض لك ملف من الملفات وتقول له انا اريد ان تجلب لي اياه او الدرجه، هنا درجني الملف الموجود من خلال حددت له الموقع والمكان من خلال مربع الحوار الموجود، وين ارسل لي الى او درج لي هذا المستند او هذا الملف. هذا بالنسبه لمن؟ لادراج تبويب ادراج سطر التوقيع والتاريخ والوقت والكائن. شكرا طلاب.